السلام عليكم، مرحبا بكم في درس جديد في القناة ديالي. إن شاء الله اليوم غنبداو الموديل من بعد ديك لانترو اللي درنا في الحلقة الأولى. اليوم غنخدمو على لي فاكتور. أول حاجة غندير واحد شوية واحد تعريف لي فاكتور. أول حاجة وهي أن لي زوبيراسيون ديال لاشا وديال لافونت هما لي بليبار لي كيكونو في لونتربريز. يعني الفاكتور مهم في لونتربريز، هي اللي كنخدمو بزاف بيها في لونتربريز، وهي كتكون بين واحد لاشتور ولا الكليون وواحد الفورنيسور ولا الفوندور كما كنقول. فوالا، شي حاجة أخرى يعني فوالا. كاين الفاكتور هي اوبليغاتوار بار لا لوا، أول حاجة. وهي بيس جوستيفيكاتيف كما قلنا في الحلقة اللي فاتت. هي بيس جوستيفيكاتيف، يعني هي تقد الى طرالك شي بروبليم مع داك الكليون ديالك ولا مع الفورنيسور، هي واحد بيس باش تقد جوستيفي قدام القضاء. دابا غننتقلو. قلنا الفاكتور كتكون من جوج لي فاكتور، جوج الانواع ديال لي فاكتور: فاكتور دوا، فاكتور افوار. دابا حنا غندخلو مع الفاكتور دوا، تنخدموه مزيان، ساعة ندوزو الفاكتور افوار. الوغ هنايا في الفاكتور دوا كنقدرو نقسموها، ماشي نقسموها، ولكن كيكونو فيها جوج الحوايج: لي ريديكسيون و لي ماجوراسيون. نبداو لي ريديكسيون، نعرفو كل حاجة على نعرفو كل حاجة. لي ريدكسيون كوميرسيال، لي ريدكسيون كوميرسيال يعني في الفون ديال الكوميرس، يعني ديال البيع والشراء. يعني كنقسمو اشني هي ريدكسيون، يعني واحد التخفيض. يعني ريدكسيون كنخفضو. كاين جوج انواع ديال لي ريدكسيون: ريدكسيون كوميرسيال و ريدكسيون فيونسي. ريدكسيون كوميرسيال كاينين ثلاثة الانواع: كاين الغابي و الغوميز و الغيستون، كنسميهم لي تخوازيغ. فغنعرفو كل واحد اش نوصلو للبارتي ديالو، غنعرفو كل حاجة بوحدها. في الريدكسيون فينونسي كنعرفو لي سكونت دو ريغلون. بالنسبة للمجوراسيون كاينة التي في ا و ترونسبور و لومبالاج، لي مغندويوش عليه، تنديرو في شابيتر بوحدو. ان شاء الله غنبداو اول حاجة، غنبداو ب لي زيباراسيون سور الفاكتور دو. يعني غنخدمو على الفاكتور دو. يعني دابا دخلنا مع الفاكتور دو. اشني هي الفاكتور دو؟ دو كنقولو كنقول علاش كنسميناها دو، حيت الكليون دو بيي ا سون فورنيسور، ولا الفورنيسور يعني واجب ليه يخلص ديك الفلوس. الفاكتور عامة الفاكتور كيكتبها الفورنيسور، كيكتبهاش الكليون. ما عمر الكليون كيكتب الفاكتور. تاني حاجة غندخلو للدوا، اش كنهضرو على الفاكتور دوا؟ هي واحد الفاكتور انيسيال، كنسميوها انيسيال ولا البدئية، يعني هي باش كنبداو. ما كنبداوش الفاكتور افوار. الفاكتور افوار كنديروها في واحد الكا. شي حاجة اخرى، فوالا صافي، فقط هادشي اللي كاين. فوالا دابا ندخلو في التمرين. هنا عندنا الفاكتور داشا فونت اكريدي، يعني فونت اكريدي. قال لك لو 15 جوان غاشيد فونت ا طه دي مارشانديز او بري 5000 درهم، 5000 درهم بالفاكتور نيميرو 324 بيابل دون 3 موا، يعني 3 موا يعني كريدي. اول حاجه كنديروها ديما هذه دابا من هنا فصاعدا نقولها، وهي فونكسيون برينسيبال. شنو هي الفونكسيون؟ غنمشيو عند اول واحد وهو شير فورنيسور ولا غاشي. هو الفورنيسور كنسول واحد السؤال، انا كنسول، انا بحال كتعلم، كنسول كنقول شير فورنيسور شنو هي الفونكسيون برينسيبال اللي دارها الفورنيسور؟ اش دار الفورنيسور؟ كنقول اش دار، اش دار؟ كنقولو باع، يعني الفونت. يعني غنمشيو الفونت فين كنقيدو؟ كنقيدو في 7 1 1 1
Voilà. Yani vente de marchandises. Voilà. Voilà, c'est ça, c'est qu'il y a une chine. Ah, il y a une chine. C'est pas une vente de marchandises. Yani, quand on crée dans le monde, on dit là. ديما كنسولو ديما الفونكسيون برينسيبال عند داك السيده شنو هي فونت مارشانديز. فوالا احنا حطينا اول حاجه. دابا قال لك هو بيابل دون 3 موا، يعني هو غيبقى كريونس. يعني الكريونس فين كيكون؟ كتفكر واحد شويه كتقول الكريونس كيكون في كلاس 3، يعني وهاد الكريونس قل من عام، يعني في كلاس 3 يعني غيكون كليون. وحنا الا كنا كنتساوي شي واحد كيكون كليو عندنا، يعني 34 21 كليو. فوالا كنقيدو 5000. هنا ما درنا لا فاكتور لا حتى حاجه، حيتاش العمليه بسيطه، لوبيراسيون بسيطه، فيها كليون و الفونت شغل نبداو نتقدمو. حيت هنايا نسيت ما قلت لكم، عفوا سمحوا لي نسيت، ما شتاش واحد العنوان نقصته. واحد العنوان غيكون هنا، غيكون بالنسبه لهاد الفاكتور دو سون ريدكسيون سون ماجوراسيون، يعني ما غنديرو فيها لا ماجوراسيون لا ريدكسيون. فهمنا على الحاجه. دابا هنا في الجورنال باقي خاصنا شحال من حاجه. خاصنا اول حاجه وهي التاريخ والسميه ديال الفاكتور. واش الدراري كينساو بزاف كيقولوا لا عادي، ولكن هنا هما فين كينتابعو في الامتحانات وفي هادي كيشوفو هما هاد الشيء، يشوفو واش انت كتضبط الجورنال صحيح هو هذاك، ولا انت عا كتكتب لي زوبيراسيون وغادي تاتا، واش كتكتب لي بيلي، كتكتب لا دات، كتكتب فوالا فوالا. هنا هذا بالنسبه للفورنيسور سالينا. غنتقلو دابا شيغ الكليون سي طه. سي طه اش دار؟ ديما السؤال كتسول سي طه اش دار. طه رشيد فوند اطه، يعني طه شرا اشا، يعني غنديرو لاشا. لاشا فين كيكون؟ كيكون شارج على هاد الكليون، على هاد سي طه، يعني غنديرو في 6 1 1 1 اشا دو مارشانديز. ونحطو فيها المونطو ديالها حيت ما عندنا لا ريدكسيون لا ماجوراسيون، فنحطوها ديريكت. هو شرا واش خلص هاد السيطرة؟ واش خلص ايميدياتمون؟ يعني ديك الساعة خلص ديك الفاكتور؟ لا، عندو بيابل اتخوما، يعني واحد ديت عليه واحد ديت. اش كتفكر في ديت؟ كتقول الكلاس 4، حيت هو ديت قل من 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 عام، يعني الكلاس 4. يعني اش غنديرو؟ غنديرو 4 4 4 1 1 ان الفونيسو ما عارفو كنعملو شنو هي الفونيسو. 4 4 1 1 فونيسو سو، يعني فوالا بحال هكا. فوالا نكتبو عاوتاني 15 6 فاكتور نيميرو. فوالا بحال هكا. هادي واحد لوبيراسيون سهلة، ما فيها لا ريدكسيون لا ماجوراسيون. يعني هنايا ما تحتاج دير فاكتور باش نبينو ولا شي حاجة نديطايي ولا شي حاجة، فقط هنا وهنا. فوالا اي فوالا 10 دقائق دابا. المهم كنشكركم على التتبع ديالي. فوالا هادي اول حاجه بدينا بها، باقي كاين ما يدار. كنشكركم على التتبع، ديروا جيم بارطاج تابونا في لاشين. شكرا. واي اسئله والاسئله ديالكم يا غن بازي عليها، دونك تسولوا نتوما راه انا غنجاوب على دوك الاسئله وحدين اخرين غيفهموا. وشكرا.